جامعة فريقي شبيبة الثورة ووداد تلمسان اكتسبت أهميتها المصيرية كونها ذات أهداف متباينة، فالفريق المحلي كان منذ البداية يبحث عن النقاط الثلاث حتى يضمن لنفسه البقاء وبالتالي يلعب المباريات المتبقية بكل راحة. أما فريق وداد تلمسان جاء إلى بشار وفي جعبته العودة إلى تلمسان بنتيجة إيجابية لعلها تعينه على الخروج من منطقة الخطر، لكن واقع المباراة التي أدارها الحكم البشاري كان مخالفا لكل هذه الاعتقادات، حيث صارت في اتجاه واحد مكنت رفقاء بلجللي من الاستحواذ على وسط الميدان والبحث عن المناطق الشاغرة بالنسبة لوداد تلمسان. الشوط الأول تميز بالصراعات الفردية حول الكرة والاندفاع البدني، وتركزت معظم الكرات وسط الميدان، وبالتالي تم الحصول على كرات ثابتة أهدرت من خلالها فرص سانحة للجانبين. وعلى إطر ركنية على الجهة اليسرى للحارس بريكسي وبعد استرجاعها من طرف الدفاع التلمساني تحولت أيضا إلى كرة ثابتة، وبعد أخذ ورد داخل منطقة العمليات وبعد محاولات عديدة استقرت الكرة بالرجل اليمنى للمدافع البشاري باكايوكو الذي حولها في اتجاه المرمى ممضيا الهدف الأول الذي ألهب المدرجات. وبعد هذا الهدف حاول أشبال المدرب بن يلس الرد على هذا الهدف باستغلال الفراغ الذي تمكن من المحليين، حيث أهدر اللاعب بناني فرصة لا تعوض حيث خرجت كرته خارج الإطار، لتستمر بعدها عديد المحاولات من كلا الطرفين حتى جاءت الدقيقة 45 من الشوط الأول، وعن طريق ركنية حولها اللاعب حمزاوي اللاعب السابق لاتحاد بلعباس الذي وبكل سهولة أودعها شباك الحارس التلمساني موقعا الهدف الثاني. الشوط الثاني لم يكن مغايرا تماما لما وقع أثناء الشوط الأول، حيث كانت الفرص متكافئة وأظهر اللاعبون المحليون قدرة كبيرة في الحفاظ على هذه النتيجة الإيجابية مقدمين استعراضا كرويا جميلا، وبهذه النتيجة أيضا تكون بشار قد ضمنت البقاء ضمن حظيرة النخبة الوطنية الأولى، وبذلك تعمق جراح التلمسانيين التي فات